نناشد ونطلب ونتوسل ونرجو من الدولة والحكومة والجهات المختصة بالضبط، هؤلاء الصعاليك الشراميط أصحاب المستشفيات أولاد أنا مشي أسب، أنا مشي عن أمانة إني أشي أسب ولا إلا ما أتعب، بس المشتركين وهذا بيزعلوا بيقولوا لا تسب ما عنسب، بس يا جماعة نشتي حل أصحاب المستشفيات الصعاليك الطراطير الشراميط الأنذال الفتالين الذي يوصل لهم مريض إذا معه زلط عيعالجه، إذا ما بش يموت بعو شرد بعو شرد، معك زلط تعيش، ما بش موت في البيت روح يلا ما بش، ضروري تأمين، ضروري سيارة تجنبها في الحوش، ضروري مدري ما، ضروري واحد في مرض. أين الدولة وأين الحكومة؟ لا جينا حاطين الدولة ولا الجهات المختصة مكنونا، احنا في عدوان مش وقت، اي جاء كل اعدادي نبي عدوان، كلنا ضد العدوان وكوانيك على العدوان، بس التفتوا الى 30 مليون بيموتوا في المستشفيات ما حد بيعبر لهم، يدخلوا غير مسكم لازم بيوجعك يتولى علاجك ب 300 ألف، فعل فحص الجحلك لراسك لبطنك لظهرك واشاعات وعلاجات وجحل الحمار وما بالشيء ويحلقوها علي على مد يضخ زلط، وإذا ما بش معانا زلط نموت نموت يا عيال الحرم نموت، الأغنياء والمسؤولين بيوصل المستشفى يتعالج بلاش، اتصال فلان الفلاني تبعنا عالجوه بلاش، يدخل يتعالج بعشرين مليون ويخرج بلاش، من الذي بيدي زلط ويخسر زلط؟ المسكين المستضعف الفقير، ابصروا لنا حل. أنا يا شعب اليمن صلوا على النبي اخطأوا بعدي، شيل المستشفى تعالج إذا أنت مريض أو قريبك شلها مستشفى تعالج، ما يرضوش يعالجوه يشتوا زلط، ضعف الأمة المستشفى ضعف الأمة، اقتل 9 و18 أبتهم دد في المخ العظم المستشفى قدي هذا الهوجاني، ما شاجي شفت امي ولا اختي ولا ابي بيموت قبالي وانا ما بش معي زار، الدوله مسؤوله الدوله مسؤوله تعالجنا وتوفر لنا العلاج وتدي للفقير اللي ما بش معه تعالجه بلاش، اما حكومه ما عندنا امتحان، وين وزير الصحه؟ وين وزير ها؟ طاهر المتوكل، طاهر المتوكل نناشد من الاستاذ الدكتور طاهر المتوكل يبسل لنا حل المستشفيات، انا بينبسل بعيني هذا في المستشفيات بلاوي هكذا، اصحابي خبرتي ناس اعرفهم من الحاره من بيموتوا بيموتوا ما بش معاهم زلط، يوصل له باب المستشفى اقطع سند يا ابن الحرام، من هنا اقطع سند ب 500 ألف حق العمليه ما بش معي عالجي وبعدين ممنوع هكذا التعيين ممنوع، معك زلط نفعل له عملية ما بش معك زلط يموت، إذا ما عاد تبصرون لنا ايش حل لا تلومونا، أنا ما شاجي أسعف صاحبي للمستشفى ولا مرض واسع المستشفى ويردوني واموت ورب الكعبة لن أفعار أم المستشفى الجرح كلنا، بصروا لنا حل، أنا ما من جابش مجابرة هكذا، هذا الفيديو بعده 1000 فيديو حيطلع على المستشفيات، لان انا بصرت بعيني كنت اسمع واقول يمكن كذب، لان بصرت بعيني ما بيقع في المستشفيات، صاحبي السطم سعفناه المستشفى دخلنا اشتوف على اولى عمليه ب 500 ألف عالجوه وبعده عن الثاب ممنوع، 500 ألف نفعل لها العمليه ما بش يموت، ورجع نسن رهن سياره وضعف انت سياره في المستشفى عشان يفعلوا لها العمليه، وإذا واحد ما بسمع سيارة وما بسمع صوت ما يفعل، افعل اشتراك وفعل الجرس وحمله على المستشفيات كامل.